اهلا بيكم فاليو فيرتشوال رود شو. النهارده هيكون معانا مجموعه من ابرز السبيكرز اللي هيكلمنا عن التكنيكال سكيلز الاساسيه اللي محتاجينها في الاوتوموتيف اندستري وازاي ان احنا نقدر نوصل نشتغل في الاندستري دي. قبل ما نبدا احب افكركم ان لو عندكم اي اسئله يا ريت تكتبوها لنا في الشات واحنا هنرد عليها في اخر كل سيشن، ويا ريت تستنوا لحد اخر الميتنج عشان الشهادات. احب ارحب بدكتور هشام عراقي AI Senior Expert اللي هيكلمنا النهارده عن AI in Automotive. اهلا بيك يا دكتور. كان دخول مفاجئ وكان حاجه غريبه، سوفت وير كان حاجه جديده على فيري تراديشنال اندستري زي الـ زي السوفت زي الاوتوموتيف. لو النهارده بقى بنتكلم عن الاي اي والديب ليرنينج، لو عايزين اي اي انجينيرز، ديب ليرنينج انجينيرز، الجوريزم ديفلوبمنت انجينيرز يطوروا كل الفيتشرز اللي فيها انتليجنس اللي حضراتكم شفتم بعضها في الفيديو اللي فات. متخيلين بقى كان السوفت وير اصلا لما جه من كام سنه كان حاجه دخيله يعني وجديده، وكانت تقبلها الاوتوموتيف بطريقه صعبه شويه. ما بالكم بقى بدخول الاي اي والديب ليرنينج والاي اي، طبعا دي حاجه جديده جدا. فهتلاقوا ان ريسنتلي كده يعني في معظم الصناعات الحقيقه يعني كان دخول الديب ليرنينج والاي اي كان حدث بس في الايه في السنين الطويله ديت الاخيره ديت، يعني على مدار مثلا بدايه 2015. الفيجر ده بيوري لكم الفيكنسي ترندز على لينكد ان اللي كانت بتكلم عن الاي اي او الديب ليرنينج. والديب ليرنينج يعني لو في بعض حضراتكم مش اوير بالترم دوت، هو المودرن اي اي، يعني هو التكنولوجي اللي مكنت الاي اي في السنين الاخيره ان هي تجيب اكيوريسيز ممتازه جدا مقارنه باللي كنا بنعمله خلال العقود اللي فاتت مره واحده كده. ف اتس ا فيري بروميسنج اريا اوف يعني اي اي. ولو هنبص للاي اي كده از يعني ايه كانه دايره كبيره، الدايره الكبيره دي موجود فيها مجموعه من الالجوريزمز. بعض الالجوريزمز دي بتتصنف على ان هي ماشين ليرنينج، وبعض بعض الالجوريزمز اللي هي ماشين ليرنينج دي ممكن نصنفها على ان هي ديب ليرنينج الجوريزمز. وكل الالجوريزمز ديت هي في الاخر بارت اوف ذا اي اي. بس اللي بيميز الماشين ليرنينج الجوريزمز يا شباب عن الاي اي الجوريزمز انها عندها المقدره انها تتعلم الرولز من الداتا من غير ما اي حد يقول لها اكسبليسيتلي الرولز ديت او يفورمليت الرولز ديت في مجموعه من الاف السز. وانس ان الكومبلكستي او درجه التعقيد بتاعه الماشين ليرنينج موديل تزيد عن حد معين بطريقه تمكن الموديل ده ان هو يعمل فيري كومبلكس ريبريزنتيشن ما بين العلاقه الانبوت والاوتبوت، ساعتها الالجوريزم ده بيتسمى ديب ليرنينج مش ماشين ليرنينج انيمور، لان الموضوع بيبقى ليه تداعيات مختلفه. كمثال عن الارتفيشال انتليجنس الالجوريزمز اللي كانت موجوده زمان اللي ما فيهاش اي داتا، الفيرست اوردر لوجيك. الفيرست اوردر لوجيك ريليتد الالجوريزمز كانت ببساطه ممكن تديها شويه معلومات زي مثلا اسماء وهايدي ومحمد مشتركين في نادي وادي دجله، وكل عضو بالضروره يا اما فوتبولر او سويمر، وما فيش سويمر بيحب المطره لان الدنيا بتزحلق، وكل الفوتبولرز بيحبوا الشمس والجو المشرق. شويه معلومات بالطريقه دي ممكن تديها للالجوريزم كمجموعه من بنسميها الفيرست اوردر لوجيك سنتنسز، وبعد شويه تعمل كويري على النولج بيز اللي الالجوريزم بناها. تبتدي تسال الالجوريزم في ضوء المعلومات اللي انت اديتها له ديت، هل بالضروره في عضو مثلا في نادي وادي دجله على سبيل المثال بيلعب سباحه بس ما بيلعبش كوره، هل بالضروره الجمله دي صحيحه ولا مش صحيحه بضوء المعلومات اللي انت اديتها للالجوريزم ديت؟ الالجوريزم ببساطه بيقدر يمشي بطريقه ممنهجه في المعلومات اللي انت اديتها له ويجاوبك على السؤال ده اذا كانت الاجابه بآه او لا، وكمان يقول لك هو مين الشخص دوت اللي بينطبق عليه المواصفات ديت لو موجود. زي ما حضراتكم شايفين هنا مفيش اي داتا في الموضوع، كل ما في موضوع ان انت عندك شويه رولز بتشكلها من المعلومات اللي موجوده اللي تقدر تحل بيها البروبلم، وعندك الجوريزم يقدر يعمل يدور على اجابات ويعمل انسر اكستراكشن جوه المعلومات ديت. معظم الكلاسيكال اي اي الجوريزمز شغاله بالطريقه ديت، ده مثال عنها اسمه الاكسبرت سيستمز. بينما الماشين ليرنينج تكنيكس بنلجأ لها لما
بيكون البروبلم عندنا مش قادرين نحطها في مجموعه من الرولز او مجموعه من القواعد زي ما عملنا في المثال اللي فات. كمثال على هذا يعني انا حابب ان حضراتكم كده تشوفوا الصوره ديت. الصوره دي فيها حاجه بتتغير، وخلوني كده ارجع برضو اشيل الاوبتمايزيشن فور فيديو كليبس عشان برضو الصوره تبقى اوضح لحضراتكم. فالصوره دي فيها حاجه بتتغير، بس انا يعني اكاد اجزم ان اكتر من 90% من حضراتكم مش واخد باله ان في حاجه في الصوره ديت بتتغير. بينما لو انا شلت الصوره الجراي ديت اللي في النص بسهوله جدا حضراتكم هتشوفوا التغيير ده. مش بسبب ان احنا شفنا الصوره الاولانيه وادركناها وشفنا الصوره الثانيه وادركناها وقارنا الادراكين ببعض وبالتالي وصلنا للتغيير، لا، احنا شفنا التغيير بسبب ان في حاجه بتحصل لها فليكرينج. طب احنا ليه ما كنا شايفين التغيير يعني لما كان في بلانك ايمج كده في النص اللي هي لونها جراي ديت؟ دي ظاهره اسمها التشينج بلايندنس او العمى عن رؤيه التغيير. ولحد النهارده على الرغم من الابحاث المبذوله في هذا الموضوع مش قادرين نوصل لتفسير قاطع ليها. ودي ظاهره من ظواهر كتير قوي موجوده في البيولوجيكال فيجن سيستم مش قادرين نفسرها. طيب احنا مش فاهمين الفيجوال فيجن سيستم ده شغال ازاي، تعالوا كده نحطه في مجموعه رولز عشان نعمل ارتفيشال كمبيوتر فيجن او ارتفيشال انتليجنس بيشوف زي ما بني ادم بيشوف. ده احنا مش فاهمين الرولز اصلا، احنا مش فاهمين السيستم الكومبلكس ده شغال ازاي، وبالتالي الماشين ليرنينج هو ذا جود واي تو جو لان احنا مش معانا الرولز ديت. فالطبيعي ان بيبقى عندنا ماشين ليرنينج موديل وبنديله الداتا ديت وبنقول له اتعلم من الداتا ديت، حاول تفيجر اوت ايه العلاقه ما بين الانبوت والاوت. وبعد كده بعد ما بيتعلم بنديله داتا هو ما شافهاش قبل كده ويبتدي يعمل بريدكشن على الداتا ديت. تخيلوا مثلا لو عندنا الداتا بتاعتنا بسيطه قوي لدرجه ان هي مثلا مجموعه من البيوت ولكل بيت انا بسجل بس المساحه بتاعه البيت. فتخيلوا كده الجراف ده الاكس اكسس هو مساحه البيت والواي اكسس هو سعر البيت اكوردنج للمساحه بتاعته، والبوينتس دي هي البيوت اللي عندنا. لو علمت فيري سمبل موديل لينير موديل العلاقه ما بين الانبوت والاوتبوت هتلاقي ان الموديل ده مش قادر يفت مع الداتا، وبالتالي انت محتاج مور كومبلكس ماشين ليرنينج موديل يقدر يفت الداتا ديت. لو زودت الكومبلكس بتاعه الموديل يعني ممكن تقدر تفت الداتا دي بشكل احسن، وبالتالي بعد ما خلاص عملت عمليه التريننج على الفايف سامبلز دول لو جات لك سامبل جديده بيت جديد انت عارف الحجم بتاعه بس عايز الماشين ليرنينج موديل يعمل بريدكشن يجيب لك السعر بتاعه هتعوض بس في الايه في الايكويشن بتاعه الماشين ليرنينج موديل ديت. وانس ان الموديل يبقى فيري ديب ساعتها انت بتدي ديجريز اوف فريدم عاليه قوي للموديل لدرجه ان هو ممكن يبتدي يميمورايز التريننج داتا باي هارت لدرجه ان هو يلوز جنراليزيشن. الموديل اللي في النص ده الجنراليزيشن بتاعه افضل من الموديل اللي في الاخر، لان الموديل اللي في الاخر ده لو جاله سعر بيت عالي قوي هيجيب له غالبا لو جاله حجم بيت او مساحه بيت عاليه قوي غالبا هيجيب له سعر قليل، بس الداتا ما كانتش بتقول كده. فعشان نعالج المشكله دي احنا كنا محتاجين ندي الموديل بتاعنا بيج داتا يتعلم منها. ففي الماشين ليرنينج ان جنرال هتلاقي معظم المودلز يا اما هي مودلز عندها هاي بايس. هاي بايس يعني هي من الاول فرضا ان الداتا لينير او الداتا معادله من الدرجه الثانيه، او ان هي لو بايس موديل زي الديب ليرنينج مودلز، لا هي ما عندهاش اي افتراض على الداتا، هي بتقدر تشكل نفسها على الداتا وات ذا سيم تايم على النويز اللي فيها، ودي مشكلتها. نورمالي الماشين ليرنينج مودلز هتلاقيها بتبرفورم كونسيستنتلي، هتلاقي البرفورمانس كونسيستنت بس مش عالي قوي. بينما الديب ليرنينج مودلز في المتوسط هتلاقي البرفورمانس بتاعهم يعني افضل بكتير، بس المشكله ان انت بيزد على التست داتا والنويز اللي موجوده فيها ممكن تلاقي انكونسيستنسي شويه. وعشان نتغلب على الانكونسيستنس ديت يا شباب محتاجين بيج داتا، وده ما كانش موجود غير مؤخرا. لو شفتوا الداتا موجوده النهارده على الانترنت عامله ازاي هتلاقوا الموضوع بيجرو اب ان زيتا بايتس اكسبوننشالي. محتاجين كومبيتيشنال باور، لان احنا بنقول الكومبلكس بتاعت الموديل بقت فيري ديب، بقت عاليه جدا، عندك مئات الالاف من البارامترز. عشان تترين المودلز ديت في كونفينينت تايم محتاج كومبيتيشنال باور. عشان كده النهارده احنا بنلاقيه بنترين على جي بي يوز، وساعات كمان بنحط في العربيه نفسها الجي بي يوز ديت
او تي بي يوز او اف بي جي ايز عشان نعمل عمليه الاكسلريشن ديت. كذلك في الجوريزميك بروجرس حصلت بس ريسنتلي، حلت مشاكل في المودلز اللي حضراتكم شايفينها ديت. المودلز كتير جدا ومتنوعه في عالم الديب ليرنينج او المودرن اي اي، وكلها ليها استخدامات عندنا في الاوتوموتيف، ابتداء من الاوتو انكودرز والفاريشنال اوتو انكودرز اللي ممكن تمكننا نعمل سين اندرستاندنج على مستوى البيكسلز، او نعمل كلاسفايرز ديتكت مثلا ايه البيهيفير بتاع السواق اللي بيحصل جوه العربيه، او ديب ليف نتوركس تمكننا من اننا نعمل موديلنج للي بيحصل جوه العربيه ونستعمل الموديلنج ده في اي حاجه تاني، او ان احنا نجنريت ديتا. الصور اللي حضراتكم شايفينها قدامكم دي مش صور لناس حقيقيين، دي صور لناس generated by AI. عندنا مشكله في الاوتوموتيف ان احنا لما بنكولكت ديتا اكوردنج لبعض الاتفاقيات الدوليه مش من حقنا نستعمل ديتا متصور فيها بني ادمين، فاحنا يوزنج الجينيريتيف مودلز ديت ممكن نبدل الوشوش الحقيقيه بتاعه البني ادمين الموجوده في الديتا عندنا قبل ما نستعملها بوشوش ارتفيشال، وشوش زي اللي حضراتكم شايفينها دي، وشوش generated by AI بس هي مش ناس حقيقيه، او ان احنا مثلا نجنريت ديتا بتاعت سنسورز ثانيه، مش لازم السنسورز تبقى عباره عن كاميرا، ممكن الديتا تبقى زي ما حضراتكم شايفين هنا تبقى ديتا بتاعت ليزر سكانر مثلا. وفي سنسورز كتير مستعمله في الاوتوموتيف اندستري ان جنرال، احنا بنستعمل الريدرز، بنستعمل اللايدرز، بنستعمل الالتراسونيك، بنستعمل الكاميرا جوه العربيه، كذلك بنستعمل انفراريد كاميرا، بنستعمل تايم اوف لايت سنسور، بنستعمل different kinds of stereo cameras. ففي سنسورز كتير قوي، وفي العاده السنسور دي بتكلم بعض عن طريق الكام باس او اللين باس اللي موجود جوه العربيه وبيلفها كده كلها مع بعض. وزي ما حضراتكم شايفين هتلاقي السنسورز ممكن نقسمها يا اما سنسورز ليها علاقه باللي بيحصل بره العربيه، وبالتالي السنسورز دي المفروض تشوف مدى بعيد، عشان كده الليزر سكانر ده سنسور من السنسورز المميزه قوي لان بيشوف لحد 150 و200 متر قدام، وبشوف الضلمه كمان، الكاميرا ما بتقدرش تشوف الضلمه، بينما جوه العربيه السنسورز مش مهتمه ان هي تشوف لونج رينج قوي كده. بره العربيه الابلكيشنز متنوعه، من اوبجكت ديتكشن، لينز ديتكشنز، موشن بلاننج، مابينج، لوكاليزيشن. جوه العربيه الابلكيشنز ممكن تكون درايفر مونيتورنج، دراوزنس ديتكشن، الراجل ابتدى ينام بنسبه قد ايه، تشايلد سيت ديتكشن. ممكن تصنفوا الابلكيشنز الحاجات بتحصل بره العربيه وحاجات بتحصل جوه العربيه. من اهم الابلكيشنز اللي بتحصل بره العربيه هي الاوتونوماس درايفنج يا شباب. وعشان تتخيلوا اهميه الموضوع، احنا عندنا 1.2 مليون بني ادم بيموت في حوادث الطرق كل سنه. عشان اخليكم تتخيلوا الرقم ده بيكافئ ان كل يوم بيقع 7 طيارات بوينج الحجم الكبير وكل اللي فيهم بيموتوا. كل يوم 7 طيارات، يعني طبعا رقم كارثي وكبير. الاوتونوماس كارز المفروض الفيجن بتاعتها ان هي تبقى كراشلس، ما بتخبطش، مش بسبب ان هي اذكى من البني ادم، يعني بسبب ان هو كمبيوتر بيركز طول الوقت، اتس بينج اتنشن تو ذا رود اول ذا تايم. فتخيلوا بقى حجم الوفيات اللي ممكن العربيه ديت ذاتيه القياده توفرها، كذلك برضو البروبرتي دامج اللي بيحصل، كذلك الفول سيفنجز لان العربيه دي ممكن تقرب من بعض اكتر من غير ما نزود حجم الطريق، وكذلك الاكسس اللي هتدي للالدر اند ديسيبلد بيرسونز. الطبيعي ان العربيات بتبقى علينا بالمنظر دوت، بنشتري عربيه بتبقى علينا على اساس ان الاكسبيرينس تبقى عامله كده، بس الحقيقه السواقه شكلها عامل كده والدنيا مش بتبقى ظريفه طول الوقت وانت بتسوق، الدنيا بتبقى زحمه. والسبب الحقيقي هو ان احنا زودنا قوي عدد العربيات اللي موجوده، وزود ادينج مور انفراستراكشرز. في امريكا مثلا من سنة 90 لسنة 2000 العربيات زادت المسافة اللي بتقطعها بنسبة 80%، بينما في أمريكا بس الطرق زادت بحوالي 40%. لو ضربت الوقت اللي بياخده السواق عشان يوصل من بيته للشغل في أمريكا، عدد الوركرز في أمريكا، وخدت الرقم ده قسمته باي الأفريج لايف تايم اكسبكتنسي اوف ان أفريج هيومن، هتلاقي إن في أمريكا بس الناس بتضيع 90 حياة كاملة يوميا عشان يروح للشغل بس مش اكتر. الوقت ده لو اتحط في حاجه يوسفول هيبقى ليه امباكت كبير جدا، والشركات كلها ومنهم فاليو بتشتغل على الاوتونوماس درايفنج، وبتشتغل على الاكتيف سيفتي. الاكتيف سيفتي اللي هي فيتشرز صغيره توورد الاوتونوماس درايفنج، زي مثلا اللين كيبنج اساس، زي الاوتوماتيك ايمرجنسي بريكنج، كل دي انواع من الفيتشرز.
وعلى الرغم من كده استيل بنسمع عن الحوادث بتاعت الطرق. ده بسبب ان البار عالي جدا. يعني ايه البار؟ يعني الريكويرمنتس عشان التكنولوجي دي تتاكسبت عالي جدا جدا جدا. انت محتاج تقنع كل البارتس، الرجال القانون واللي هيشتري العربية ديت وكل الناس، ان العربية ديت is more safe than human. بينما انت لو في حادثة واحدة حصلت، بس الحادثة ديت كان اللي مات فيها او الضحية فيها ما كانش غلطان، ساعتها بيبقى موقفك صعب جدا، وساعتها انت بتقع في ethical problem صعبة جدا، على الرغم ان انت ممكن تكون موت واحد بس مش غلطان ونقصت حياة 10 قدامه، بس هنا في ethical problem كبيرة جدا محتاجين نفكر فيها. واكوردنج يعني تو يعني مش ريسنت قوي، ابيت ريسنت يعني ستيت اوف ذا ارت في الاريا ديت، فولي اوتونوماس درايفنج ان كومبلكس انفايرمنتس از ستيل ديكيدز اواي. دي حاجه احنا لسه شغالين عليها. التكنولوجي اللي حضراتكم شفتوها بتاعت فاليو درايف فور يو از ستيل نوت اون ذا كوميرشال ليفل. العربيه دي ما نقدرش ننزل نشتريها النهارده، فاحنا بقى محتاجين دور حضراتكم معانا بقى بعد الجراديويشن ان شاء الله عشان تطوروا معانا التكنولوجيز ديت. والحلم قديم اكشوال، الحلم ابتدى من اول الماجيك كاربتس. فاكرين الماجيك كاربتس دي كان فيها اوتونوماس درايفنج برضو وطيران؟ الطيران خلاص اتعمل، بس الاوتونوماس درايفنج في لسه اشواط كتيره محتاجه تتقطع. يعني طبعا يعني في ليفلز مختلفه من الاوتوميشن. اللي موجود النهارده نقدر نقول موجود هو ليفل 3، ده اللي بنشوفه في عربيات موجوده منها بروجكتس اشتغلنا فيها في فاليو. بس اللي لسه مش موجود هو ليفل 4 وليفل 5، اللي هو العربيه فعلا انت تقدر تسيب الدركسيون سواء في سيرتن انفايرمنتس او سواء في كل الانفايرمنتس، ده اللي بنسميه روبو تاكسيز. يعني على الرغم من ان ويمو يعني مثلا الارم بتاع جوجل مثلا working on autonomous driving وتسلا اوتو بايلوت زي يعني covered lots of testing miles، وفاليو كذلك testing autonomous driving، بس على الرغم من كده زي ما قلت حضراتكم البار is very high، وده اللي بيخلي الفاليديشن بتاع التكنولوجي ديت لسه قدامه وقت طويل. من سنين طويلة ظهر اللي هو حاجة زي القطر كده، انت تمشي عربية autonomous تمشي على زي قطر كده، فده autonomous driving ولا ده مش autonomous driving؟ هو autonomous وبيمشي لوحده من غير سواق، بس actually الانفايرمنت متعاونة جدا معاه. فوين وي سي autonomous driving احنا قصدنا ليفل 4، يعني تمشي لوحدها في كل الكونديشنز، بلس كمان ان هي بتعمل فول بيرسبشن زي بني ادم، هي مش بتمشي لوحدها بسبب زيرو بيرسبشن، بسبب الانفايرمنت بتكوبريت معاها. لان على مدار السنين اثبت ان الابروتش بتاع ان انت تخلي الانفايرمنت بتكوبريت ده ابروتش فيري فيري كوستلي. يعني طبعا في مدرستين، في مدرسه بتاعت ويمو والمدرسه بتاعتنا في باليو. واحنا معانا ناس كتير في مدرستنا، ويمو معاها ناس طبعا كتير في مدرستهم. ويمو من داي 1 بيديفلوب اوتونوماس كار فروم داي 1. احنا فروم داي 1 بنديفلوب اكتيف سيفتي فيتشرز، وي ار انفستنج اون ذا سنسور تكنولوجي. النهارده الليزر سكانر الوحيد اللي بيتباع وموجود كوميرشال في العربيات ات ماس برودكشن هو الليزر سكانر بتاع فاليو اللي اسمه سكالا. ويمو لحد النهارده بتستعمل الليزر سكانر اللي فوق العربيه ده كده، وده طبعا يعني ايه مش كوميرشال جريد يعني تل تو داي. انما الليزر سكانر بتاع فاليو زي ما حضراتكم شايفين هو بيبقى صغير كده ومحطوط في العربيه، وفكرته ببساطه ان هو بيبعت ليزر بيمز والليزر دي بتخبط وبترجع تاني، وجيفن ان هو عارف رجعت الساعه كام وهو بعتها الساعه كام وعارف سرعه الضوء، فيعرف في اوبستكلز على بعد قد ايه، فيعمل كلاود كده للانفايرمنت حواليه. وده سنسور مهم جدا لو هنتكلم على الاوتونوماس درايفنج زي ما قلنا. ودي الداتا اللي ممكن تكون راجعه من اوتونوماس من لايدر سنسور يا شباب او ليزر سكانر. فطبعا الدوتس الحمراء دي هنا جايه من التراك اللي في الوش ديت، والدوتس اللي هي هنا دي جايه من العربيه اللي قدامها شويه. فالسنسورز طبعا بتختلف يعني من حيث الرينج بتاعها. في سنسورز تانية زي الجي بي اس والديجيتال ماب. النهارده جوجل كان ريلاي اون زير ديجيتال ماب از ان اديشنال سنسور. في بقى سنسورز ليها علاقه بالاودومتري، سنسورز ليها علاقه باستيميتنج الموشن بتاعت العربيه زي الويل انكودرز، سنسورز بتعتمد على البروكسيميتي زي الليزر سكانر زي الريدر كذلك، بس الليزر طبعا ليه مشاكله زي كروس اوفر، زي الاوبننج انجل بتاعته واسعه شويه فانت ما بيرجع لك ريفليكشن مش عارف ايه في المكان ده ولا ده ولا ده ولا ده، يعني الاوبننج انجل
اوسع شويه من الليزر سكانر الالتراسونيك، وفي الكاميرا طبعا هو ذا موست ريتش سنسور لو هنتكلم عن الديب ليرنينج، ولو عايزين نعمل اوبجكت ديتكشن زي الاوبجكت ديتكشن اللي حضراتكم شايفينه ده اللي احنا بنعمله على الطريق الدائري هنا في مصر يعني. طبعا جوه العربيه برضو في حاجه شبه اللايدر بس اسمها تايم اوف فلايت سنسور، وهو تقدر تبص عليه على اساس ان هو لايدر بس لايدر ايه صغير بعض الشيء يعني. فكل ديت شباب سنسورز موجوده جوه العربيه. فخلينا نتكلم كده بشكل سريع بقى في الوقت البسيط المتبقي ده عن الابلكيشنز اللي ممكن تسمعوا عنها. تمام، ففي اللوكاليزيشن، اللوكاليزيشن دي بروبلم بنشتغل عليها النهارده. العربيه عايزه تعرف هي فين في الانفايرمنت في الماب، وفي كمان المابنج ان انت اصلا العربيه عايزه تعمل مابنج مش كده، ففي اللوكاليزيشن وفي المابنج وفي الاوبتمايزيشن بتاع الالجوريزمز ديت. فاحنا النهارده جوه فاليو عندنا تولز بتمكننا ان احنا نديفلوب الالجوريزمز ديت على الكمبيوتر، وتبقى بطيئه شويه وكومبلكس شويه بس عشان ننزلها على امبيدد تارجتس او امبيدد سيستمز. انت السنت الوحيد اللي هتوفره، شوف هتوفر بقى في كام نسخه هتنزلها، فهتوفر كتير قوي. فاحنا عندنا اوبتمايزيشنز تول بتساعدنا ان احنا ايه نوبتمايز المودلز بتاعتنا. عندنا سنسور موديلنج عشان نقدر نجنريت داتا حتى لو مش معانا السنسور الحقيقي مش كده. فكل ديت برضو يعني سامبلز من السنسور موديلز اللي عندنا في فاليو. وعندنا المابنج لو احنا عايزين نكريت ماب، لو العربيه ماشيه هاو كان وي كرييت ماب. دي ماب انا كنت مسجلها في بيتيجهايم في المانيا، وديت شكل كده الماب بتاعتنا ايه جوه عن الانفايرمنت بقى شكلها عامل ازاي. الحتت السوداء دي حتت فاضيه، الحتت البيضاء ديت حتت اوكوبايد ستاتيك فري سبيس، والريفلكشن زي ما حضراتكم شايفين اللي جايه من الليزر سكانر هي اللي عماله تنقط كده بالمنظر ده. ممكن الماب تبقى بروبليستيك، ممكن تستعمل الماب دي في ان انت ديتكت الستاتيك فري سبيس حوالين العربيه، وممكن ديتكت حتى الستاتيك فري سبيس فروم كاميرا، بس كاميرا طبعا ويل ريلاي اون ديب ليرنينج، والديب ليرنينج ويل بي مور كوستلي ان تيرمز اوف ريسورسز يعني. فانت هنا عندك تريد اوف ما بين الكلاسيكال بروبليستيك اي اي ابروتشز او المودرن ديب ليرنينج ابروتشز ريلاينج اون كاميرا. بروبلم اوف اوبجكت ديتكشن فروم لايدر مثلا بيزد اون اوكيبانسي جريد ماب زي ما حضراتكم شايفين، او فروم كاميرا. سيمانتيك سيجمنتيشن سين اندرستاندينج، كل بكسل في الصوره هي بتبلونج لخلاص عامل ازاي. سنسور فيوجن، احنا النهارده عندنا كذا سنسور موجود، طب احنا ممكن نطلع بمعلومه جديده عن الانفايرمنت ما كناش ممكن نحصل عليها من اي سنسور على حده، بس جيفن السنسورز دي مع بعض نقدر ندمج المعلومات دي ونحصل على معلومه جديده. سنسور فيوجن از انذر توبيك من التوبكس اللي احنا بنشتغل عليها. الاند تو اند اوتونومس درايفنج، النهارده بنقول عندنا كومبلكس مودلز، طب ما نخلي كومبلكس مودلز تتعلم السواقه على بعضها بقى، بدل ما احنا عمالين نفصص الايه البروبلم انتو سب مودولز. يعني بدل ما عندنا ميديتد بيرسبشن ما تيجي نتعلم كده المابنج ما بين الرو داتا للدرايفنج كوماندز اند تو اند. فذيس از انذر توبيك، وفي كذا ابروتش وكل ابروتش ليه مزاياه وعيوبه، اند وي هاف سم نايس بابليكيشنز في الاريا ديت ممكن حضراتكم تبقوا يعني ايه تشوفوها. سين اندرستاندينج تكنيكس اللي ليها علاقه بالرينفورسمنت ليرنينج، احنا عندنا اور ديب رينفورسمنت ليرنينج فريم ورك واتس بابليشد اوريدي برضو، يو كان هاف ا لوك عليه. يو كان يعني في البدايه كده ممكن تجرب الرينفورسمنت ليرنينج على فيري سمبل انفايرمنت زي كده، على الشمال ده قبل ما يتعلموا كل العربيات بتقبض في بعض، واليمين بعد ما اتعلموا. ممكن كمان شويه اكستند ده لرياليستيك سيميليتور زي كار ميكر، يخلي العربيه تتعلم لين كيبنج اسيست مثلا. كل ده برضو جزء من بابليكيشنز ممكن حضراتكم ايه ترجعوا ليها وتشوفوها. كار ميكر ده فيري فيري رياليستيك سيميليتور. مشكله الرينفورسمنت ليرنينج ان صعب جدا تفورموليت الاوبجكتيف فانكشن، ساعات بيبقى اللي بيطلع ما بيبقاش هو اللي كان نفسك تعمله، زي العربيه دي اتعلمت تدريفت كده عشان تماكسمايز السكور واحنا ما كانش نيتنا كده. الموفمنت بلاننج انذر ابلكيشن، وده اللي بنعمل بيه الاوتوماتيك باركينج بتاع فاليه. كل دي تطبيقات شباب من تطبيقات المودرن اي اي. بس اللي عايز اقول لحضراتكم برضو في النهايه ان المودرن اي اي على الرغم من نجاحه الباهر في التطبيقات اللي حضراتكم شفتوها ديت، ستيل ممكن تخدع الاي اي بسهوله جدا ان هو يكلاسيفاي صوره الباندا الواضحه ديت على اساس ان هي غوريلا، بان انت تضيف شويه نويز كده اخترتها بعنايه، ان انت تعمل هاكينج للسيستم. فمتخيلين ممكن بقى عربيه ماشيه قدام الاوتونوماس كار تبتدي تحط باترن معين، الباترن ده هدفه ان هو يهاك العربيه بتاعتنا او الاوتونوماس درايفنج اي اي موديل بتاعنا، ويخدعه ان هو
يعمل بيهيفير مش ملائم. كذلك برضو يعني الجزء مهم جدا من شغلنا يا شباب هو الستاندردايزيشن. النهارده لو احنا عندنا مفيش جايد لاينز ومفيش اكسبرتس احنا ما بنعملش حاجه, سنسلس مس. لو في اكسبرتس بس مفيش جايد لاينز ساعتها دي كرييتيف مس, بس لو عندك جايد لاينز وعندك اكسبرتيز ساعتها دي يو ار اشيفنج الكواليتي. النهارده الاوتوموتيف ديب ليرنينج ديفلوبمنت هي ما بين الكرييتيف مس وما بين الكواليتي. فجزء مهم من شغلنا برضو ان احنا نادابت الاكزيستنج ستاندردز اللي اوريدي معموله على البي موديل زي الاي سبايس عشان تكوب مع المودلز بتاعت الديب ليرنينج. فاحنا النهارده عايزين نريتش ديب ليرنينج ديفلوبمنت لايف سايكل زي اللي حضراتكم ايه شايفينها ديت. فجزء الستاندردايزيشن برضو هو كان الجزء الاخير اللي كنت عايز اتكلم مع حضراتكم فيه. وعايز اقول لحضراتكم ان في خلال ال 30 مينتس دول, طبعا مش 30 اورز, 30 مينتس دول unfortunately طبعا عندنا around 75 people يعني were killed on road accidents unfortunately. hopefully بقى بمجهوداتنا في فاليو ومساهمات حضراتكم ان شاء الله بعد التخرج نحل المشكله الكبيره اللي بيواجهها العالم ديت. فكلنا امل ان شاء الله ان احنا نشوف حضراتكم في الاندستري كده بتساعدونا في حل المشاكل ديت. شكرا جزيلا لحضراتكم وانا مع حضراتكم. شكرا جدا يا دكتور, بجد استفدنا جدا وتشرفنا بوجود حضرتك معانا. بس كان في معانا كام سؤال. كان اول سؤال معانا what is the difference between mechanical and mechatronics and computer engineers work in Valeo. اوكي, Valeo in general زي ما اتفقنا هي فيها الثلاثه دول, فيها ثلاث حاجات, فيها الكترونكس, فيها ميكانيكال, فيها سوفت وير. Valeo مصر بس سوفت وير. تمام, طب مين ممكن يشتغل في سوفت وير؟ الثلاثه دول, الثلاثه خريجين دول بيقدروا يشتغلوا في سوفت وير, وعندنا نماذج مشرفه يعني في خريجين الثلاثه دومينز دول, سواء ميكاترونكس سواء الكترونكس سواء كمبيوتر. انا خريج الكترونكس, يمكن في الدكتوراه وفي الماجستير ركزت اكتر على الكمبيوتر, بس انا خريج الكترونكس وانا من زمان جدا في فاليو. تمام, ففاليو مصر ينفع يشتغل فيها الثلاثه. فاليو ان جنرال ممكن يعني برضو السوفت وير او الهارد وير او الميكانيكال برضو يو كان ورك اون ات يعني. تاني سؤال زياد شريف كان بيسأل بصفة عامة هي فاليو شغلها عامل ازاي في الامبيدد سيستم؟ بصفة عامة يا شريف احنا بنشتغل بالفي سايكل وبنسبورت تارجتس ابتداء من مايكرو كنترولرز, اف بي جي ايز, جي بي يوز, كل التارجتس اللي ممكن تحلم بيها. وجميل كمان ان في وان بيلدينج بس اللي هو فاليو مصر, ده البيلدينج الوحيد على مستوى العالم اللي هتلاقيه بيكومباين, يعني قلت لكم فاليو مصنع في الاخر, ومصنع ده خطوط انتاج برودكت لاينز. السايت الوحيد اللي بيكومباين كل خطوط الانتاج دي في مبنى واحد هو فاليو مصر. فيعني كل بقى اللي تحلم بيه في الامبيدد سيستمز طبعا ايه موجود يعني. علي محمد كان بيسال does Valeo provide training for undergraduates and if yes how to apply وفي are there any specific requirements. طبعا احنا عندنا internship program في العاده بن يعني ما بيبقى فيه البروجرام ده بيستارت بن announce already البروجرام دوت, بس يميد بس تو فولو اب كده شويه على الانونسمنت اللي احنا بنعملها. يوزوالي يو ويل فايند انونسمنتس ان ذيس ريجارد. وكمان يو كان اولويز يعني سيرش فور اوبورتونيتيز لايك ذيس ثرو فاليو دوت كوم. يعني بعض الناس شويه ما بتصدقش ان كل حاجه, يعني لو دخلت على فاليو دوت كوم هلاقيه اب تو ديت, هلاقي كل البوزيشنز يعني مفيش حاجه نسينا كده ولا حاجه. فعلا انا قدمت على فاليو من فاليو دوت كوم وكل زمايلي يعني الموجودين وحضرتك كذلك برضو. الانترنشيبس اعتقد برضو بتبقى موجوده على الفاليو دوت كوم. واي ثينك برضو دكتور نيفين عبد القادر لو حابب تضيف للنقطه دي طبعا لان هي الانبوت يعني والبي هنا فيري امبورتنت يعني. تمام, اشكر حضرتك جدا يا دكتور تاني, ميرسي جدا اتشرفنا بوجود حضرتك معانا. كده تكون انتهت اول سيشن معانا. احب ارحب بشمهندس بشوي وصفي Embedded Linux based telematics expert اللي هيكلمنا النهارده عن the evolution of connected cars. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيكي, ازيكم عاملين ايه؟
Okay, so let's start. I'll start with sharing my screen. تمام كده السكرين باينة. تمام. طيب اوكي. تمام. اوكي النهارده هكلمكم عن evolution of connected car. في البداية قبل ما ابتدي السيشن بتاع يعني ممكن اعرف نفسي زي ما اتقالت هو انا بشوي وصفي expert of embedded Linux based telematics Valeo Egypt. هكلم يعني هبيز السيشن بتاعتي على حاجات كتير قالها دكتور هشام وهكلمكم عن الايفوليوشن مينلي في الكونكتد كارز والاندستري بتاعه الكونكتيفيتي في العربيات. في البدايه قبل ما نبتدي السيشن بتاعتنا هنشوف فيديو سريع جدا بعد كده نبتدي السيشن بتاعتنا. تمام ايه رايكم في العربيه دي؟ مين فيكم نفسه يبقى معاه عربيه زي دي؟ طيب عامه عشان تعرف اكتر عن العربيه دي هو ده مش خيال علمي او حاجه لا دي عربيه او سيستم اوريدي موجود في عربيات اوريدي بتنزل فالموضوع مش خيال علمي او فيلم كرتون لا ده اوريدي في سيستمز بتعمل كده اوريدي. هنتكلم اكتر عن الفيديو ده والتكنولوجي دي كمان شويه. دي الاجنده اللي هنتكلم عليها النهارده. هنتكلم مينلي السيشن عن الكونكتد كار ايفولوشن عشان نقدر نعرف اكتر ايه هي الكونكتد كار فهنستارت بالكونكتد كار اوفر فيو. بعد كده هنعرف ان الكونكتد كار دي بتستخدم سيستمز في العربيه اللي هي التليماتيك سيستمز فهنتكلم عن الامباكت بتاع التليماتيك سيستمز والكونكتيفيتي بتاعه العربيه في الاوتونوموس درايفنج
وكان هنتكلم اكتر عشان نعرف اكتر ازاي الكونكتيفيتي هتساهم في الاوتونوموس درايفنج. هنتكلم على السيستمز اللي بتنيبل الكونكتيفيتي فيتشر ليا، ونتكلم عن الكونكتد كار ابلكيشن، وفاينالي هنتكلم عن الايفولوشن بتاعه الكونكتيفيتي سيستمز او السيستمز اللي بتبروفايد الكونكتيفيتي في العربيه، ازاي هي بتساهم في الاوتونوموس درايفنج، وايه الكوميونيكيشن بروتوكولز الجديده اللي هتساعدني عشان نقدر نوصل للفيجن بتاعتنا زي ما هنشوف كمان شويه. فنبتدي بالكونكتد كار اوفر فيو، او ان في ديفينيشنز كتيره للكونكتد كار، يعني ممكن اسهلهم او كلهم بيأجري ان اللي هي من اسمها هي كونكتد كار. طب هي كونكتد بايه؟ كونكتد بايه؟ كونكتد بالعالم الخارجي، او مينلي هي كونكتد بالكلاود. فهي الكونكتد كار اتسمت كده عشان الكونكتيفيتي، انها تقدر تتواصل مع العالم الخارجي، وفي نفس الوقت ان العالم الخارجي او الكلاود ده ممكن نمثله بالكلاود، او اللي هي مجموعه من السيرفرات، او اللي هي اللي احنا بنسميه somehow مجموعه من السيرفرز كونكتد via الانترنت. فبسهوله العربيه دي هتقدر تتواصل مع الناس اللي بره او العالم الخارجي، والعالم الخارجي يقدر يتواصل مع العربيه. فده ببساطه الديفينيشن او التعريف بتاع الكونكتد كور. طيب هي العربيه دي جالها الكونكتيفيتي فيتشر اللي في العربيه دي جات لها ازاي، او هنقدر نخلي العربيه تتواصل مع العالم الخارجي ازاي، او انها تبقى كونكتد بالكلاود مثلا وتبعت له داتا، او انها تستقبل داتا من الكلاود. فهي الكونكتيفيتي فيتشر دي العربيه بتقدر تحصل عليها عن طريق ديفايس موجود في العربيه اسمه التليماتكس يونت، او هو ديفايس موجود في العربيه في a lot of peripherals زي سيم كارد مثلا، في مودم، في a lot of interfaces زي الواي فاي، بلوتوث، a lot of interfaces عشان تفاسيليتيت الكونكتيفيتي فيتشر. فممكن نسمب الكلام ده كله، نقول الكونكتد كار هي مش هتعرف تعمل اي حاجه من الفيتشرز اللي هي بتعملها من غير التليماتكس يونت، لان هي دي اللي بتساعدها عشان تتواصل مع العالم الخارجي، او انها تستقبل حاجه من العالم الخارجي وتقدر تاكت عليها. تمام. فكونكتد كار لما نتكلم على الكونكتد كار، فلازم نعرف انها مش تعرف تروح اي حته من غير التليماتكس يونت. وعشان نقدر نعرف الفوليوم بتاع الكونكتد كار دلوقتي، او قد ايه من العربيات، او نسبه قد ايه من العربيات هي كونكتد او تقدر انها تكولكت داتا من العربيه وتبعتها للعالم الخارجي، في شويه انترستنج ستاتستيك هنتكلم عنها. يعني في ستاتستيك بتقول ان في 2016 عربيه من كل 5 عربيات كانت بتتباع في الوقت ده كانت بتكولكت وبتترانسميت داتا بره العربيه. however the percentage دي increased او زادت يعني بنسبه كبيره جدا. يعني نفس الاستادي دي اتعملت في 2020، بنتكلم 3 عربيات من كل 4 عربيات اتباعت او اوريدي موجوده في الطريق ماشيه في الطرق بتاعتنا، بتتكلم انها بتكولكت داتا وبتكولكت وبتترانسميت داتا بره العربيه. فاحنا بنتكلم دلوقتي دي فير برسنتج، ونسبه كبيره جدا من العربيات فيها الكونكتيفيتي فيتشر، او انها بتكولكت وترانسميت داتا بره العربيه. طبعا كل الكلام ده بمساعده التليماتكس يونت اللي موجوده في العربيه اللي بتبروفايد الكونكتيفيتي فيتشر. وبرده احنا بنتكلم في ستاتستيك تاني على حجم الكونكتد كارز اللي المفروض تبقى في الطرق دلوقتي، بنتكلم 125 مليون كار with embedded connectivity expected انها تبقى في الطرق بتاعتنا من بين 2018 ل 2022. دي طبقا لاخر ستاتستيك اتعملت على الكونكتد كار او حجم الكونكتد كارز في العالم.
طيب احنا قلنا خلاص الكونكتد كار، احنا اتفقنا هي مش هتعرف تروح او مش هتعرف تعمل اي حاجه من غير التليماتكس يونت، فممكن يبقى عندنا ارقام حقيقيه على حجم العربيات اللي اتباعت في السنين اللي فاتت اللي هي اكويبد بتليماتكس يونت انسايد ات. فاحنا بنتكلم من 2011 ل 2019، دي حجم العربيات المليون يونتس اللي اتباعت كانت اكويبد او فيها التليماتكس يونت دي اللي بتبروفايد الكونكتيفيتي. من ضمن الفيتشرز او الامكانيات اللي التليماتكس يونت دي او الكونكتيفيتي اللي موجوده في العربيه بتديها للعربيات انها تقدم خدمه او فيتشر زي الامرجنسي كول، او انها تعمل ان كيس اوف اكسيدنت في حاله لا قدر الله لو حتى حصلت مثلا ان العربيه اوتوماتيكلي انها تكلم امرجنسي سيرفر خاص، او انها تكلم الـ ممكن لتسي يعني الاسعاف ممكن نسميها كده، وانها تبعت لها داتا اللوكيشن بتاعها وانا عملت حادثه في المكان الفلاني اوتوماتيكلي بدون اي تدخل من السواق. وفيتشر زي الامرجنسي كول هو ستارتنج من 2018، من ابريل 2018 الاتحاد الاوروبي قرر ان هو ما فيش عربيه هتتباع في اوروبا غير لما يكون فيها التليماتيك او الامرجنسي كول فيتشر دي. فاحنا بنتكلم ان بقى خلاص بقى في ريجوليشن دلوقتي وبقى قوانين بتقول ان مفيش عربيات هتتباع غير لما بقى فيها الكونكتيفيتي فيتشر دي، او اتليست البيزك فيتشر اللي هي الامرجنسي كول دي. هنتكلم كمان شويه على التليماتكس يونت دي هي بتقدم لي ايه وايه الفيتشر اللي ممكن تقدمها لي غير الامرجنسي كول ده. فعشان كده في الكيرف اللي احنا شايفينه ده احنا شايفين زياده كبيره جدا ستارتنج يعني من 2016 اللي بعد كده، احنا شايفين دراماتيكلي انكريز للنمبر اوف كارز بالمليون يونتس اكويبد بالتليماتيك، لان خلاص بقى الريجوليشن دلوقتي بتمنديت انها تبقى في الكونكتيفيتي فيتشر دي تبقى موجوده اوريدي في العربيه. اوكي طيب هو التليماتيك يونت دي هي ايمرجنسي كول بس ولا هي بتعمل ايه تاني؟ عشان نعرف اكتر، طب هو الكونكتيفيتي دي يعني اخر حاجه هنوصل لها من الكونكتيفيتي فيتشر اللي في العربيه دي ايه؟ فعاوزين نعرف الفيجن، طب احنا عاوزين نوصل لايه؟ عاوزين نوصل لايه؟ ده الشارت او الكلاسيفيكيشن سوسايتي اوف انجينيرنج او الناس اللي في الاوتوموتيف قرروا ان هم يقسموا الفيكل اوتونومي او العربيه دي يعني متطوره قد ايه؟ قسموا الليفلز بتاعه الاوتونومي ل 5 ليفلز ستارتنج من ليفل 0 لحد ليفل 5 زي ما دكتور هشام اتكلم. احنا بنبتدي من ليفل 0 من 0 اوتونومي مفيش اي اسيستنس بتبروفايد للدرايفر، واخر ليفل اللي هو ليفل 5 اوتونومي او اللي هي فول اوتونوموس كار which is performing all the driving functionality without any assistance under all conditions. وان احنا دلوقتي where we are احنا شفنا شويه فيتشرز في العربيات اوريدي بتساعد السواق في عملية الدرايفنج، زي شفنا شوية فيتشرز في ليفل 1 زي الادابتيف كروز كنترول والكروز كنترول، ان العربية تقدر تحافظ على السرعة بتاعتها وهي ماشية مثلا. شفنا شوية فيتشرز تانية زي ليفل 2 فيتشرز زي اللين كيب اسيست، ان العربية تقدر تمشي في حارة معينة بسرعة ثابتة مثلا. و where we are دلوقتي يعني احنا دلوقتي from my point of view يعني احنا في اخر level 2 و beginning of level 3 this is where we are دلوقتي which is enable العربية انها تعمل more advanced driving functionality، زي ان العربية تقدر دلوقتي تعمل maneuvering وانها تchange اللين بتاعتها او انها automatic park itself والvalid parking زي ما شفنا في الفيديو ان هي اوتوماتيكلي العربيه هي خدت اوردر انها اوتوماتيك تركن نفسها وتقدر تكونكت بالباركينج وانها تقدر تفايند فري سلوت وتقدر تتعرف عليه وتركن في نفس الوقت، ان ممكن لما يتعمل لها ريكول
هاوفر العربيه دلوقتي هي كونكتد بالكلاود، فانا عن طريق السمارت فون وابلكيشن معين هي كانت فيه تاني، فكل الادفانسد فانكشناليتي دي دلوقتي وير وي ار ليفل ات ليفل 3، بس لسه احنا لسه بعيد قوي يعني كل ده. يعني احنا في ليفل 3 احنا بنعمل شويه كومبلكس درايفر، يعني الدرايفر وجوده ده مانداتوري، وان الدرايفر لازم ياخد الكنترول من العربيه في حاله ان كيس اوف اني وورنينج او ايرور حصل، لو في اي مشكله حصلت لازم الدرايفر هو اللي ياخد الكنترول ايميديتلي من العربيه ويتصرف، فهي العربيه مش هتقدر يعني لسه مش هتقدر انها تحل الكومبلكس فانكشنز. فاحنا لسه very far من الدريم كار او اللي احنا بنطمح ليه ان احنا نوصل لليفل 5 او الفول اوتونوموس كار، اللي هي هتحول ان كل الركاب في العربيه دلوقتي هيبقوا باسنجرز، فهي بتقدر تعمل كل الدرايفنج فانكشناليتي. طيب ايه دور التليماتكس يونت او الكونكتيفيتي عشان نوصل للحلم بتاعنا ان يبقى عندنا الفول اوتونوموس كار او ليفل 5 كار ده؟ عشان نقدر نعرف بالظبط دور الكونكتيفيتي او التليماتكس، تعال نتكلم عن التليماتكس سب سيستم ونتكلم عن الابلكيشن اللي بتساهم او اللي بيساهم بيها كل سب سيستم عشان ينيبل الفول اوتونوموس درايفنج دي. فاحنا بنتكلم على اول سب سيستم في التي سي يو اللي هي او التليماتكس يونت التي سي يو اللي كان بيبروفايد ليا الامرجنسي كول فيتشر، اللي هي زي ما قلنا ان كيس اوف كراش او في حاله الحادثه انها اوتوماتيكلي بتكلم سيرفر وتبعت له اللوكيشن وشويه داتا عن العربيه بحيث ان هو اوتوماتيك يعرف العربيه فين بدون اي تدخل من السواق ويقدر يوصل لها المساعده في اقرب وقت. برضو بمساعدة الكونكتيفيتي في العربية، وعندنا a lot of preference زي ما قلنا في التليماتكس يونت زي النافيجيشن سب سيستم، عندنا الفليت مانجمنت نقدر نتراك العربية، خلاص أنا عندي كونكتيفيتي وعندي جي بي اس أقدر أبعت للكلاود اللوكيشن بتاعي periodically وأقدر أقدر أتراك العربية ريموتلي عن طريق الفليت مانجمنت، وعندي وايرلس كونكتيفيتي، عندي عن طريق ايفن السيلولر نتورك، عندي متوصل بالنتورك بتاعه الموبايل وات ايفر بقى ستارتنج من 2G لحد ال 5G دلوقتي، فانا اقدر ريموتلي اقدر اكومينيكيت مع العربيه. وانس ان انا اقدر اكومينيكيت وابعت داتا العربيه والعربيه تقدر تبعت لي داتا، بقى عندي شويه فانكشناليتي او ادفانسد فانكشناليتي معتمده على الكونكتيفيتي دي زي الريموت اوتوماتيك باركينج، ان انا اوتوماتيكلي وانا بعيد اقدر اكنترول العربيه عشان اوتوماتيك بارك اتسلف، اقدر ايفن وانس ان انا قادر اكونكت بالعربيه اقدر اعمل ريموت دايجنوستيك او ان انا استفيد من ان التليماتيك يونت دي ليها اكسس على الكار نتورك او النتورك بتاعه العربيه، فاقدر اقرا الدي تي سيز او الايرورز اللي فيها واقدر احلها ريموتلي بدون ما ان انا ارجع للتوكيل. مثلا عندي مثلا الفيرتشوال كار كي اقدر اكسس ايفن العربيه ريموتلي، ممكن عن طريق السمارت فون بتاعي اقدر اكسس العربيه. برضو في الاخر انا عندي مالتي رينج، فبقى عندي سمارت انتنا اقدر اكومباين اقدر اسند وريسيف ار اف سيجنلز مثلا من السيلولر نتورك بلوتوث واي فاي، كل ده كومبايند في وان انتنا اللي هي بتقدر تستقبل من مالتي رينج كوميونيكيشن بروتوكول. وفي الاخر بقى عندي سوفت وير كتير، احنا عندنا دلوقتي الاوتونوموس درايفنج بقى عندي ديفايسز كتير في العربيه او اي سي يوز كتير او سيستمز كتيره في العربيه بقوا كلهم كل دول باورد باي سوفت وير، فبقى عندي سوفت وير كتير جدا في العربيه. مع زياده عدد السوفت وير ده بقى عندي حاجه اسمها بنسميها دلوقتي سمارت فون لايك كار، فانا ممكن وانا ماشي مثلا بالعربيه عندي اتش ام اي يقول لي وانا عندي كونكتد بالكلاود يقول لي لا ده انت عندك السيستم الفلاني اللي في العربيه في ابديت جديد عاوز تابديته ولا لا، زي السمارت فون بالظبط. في مثلا عندك الانفوتينمنت سيستم او الديسبلاي في العربيه يقول لك مثلا انا في سوفت وير جديد ممكن تحب ابديته ولا لا،
فخلاص بقى العربية ممكن نعملها زي السمارت فون بتاعنا. طيب هو وات ايلس يعني؟ هو طب احنا دلوقتي احنا قلنا ان احنا عاوزين نخلي العربية تبقى فول اوتونومس تسوق لوحدها. طب كل اللي قلناه ده كويس، انا عارف اكونكت بالعربية وعارف استقبل ديتا منها او ابعت لها ديتا، طب ايه تاني؟ طب ما لا انا عاوز اكتر من كده، ايه اللي يخلي الكونكتيفيتي تساعدنا في الاوتونوموس درايفنج عن طريق نيو سيستمز زادت دلوقتي عن طريق الفي 2 اكس سيستم، ده نيو سب سيستم ادد للتليماتكس يونت، ده بيخلي العربيات انها تكلم بعض، هو في 2 اكس اتسمى كده عشان فيكل تو ايفريثينج اللي هي الاكس دي تو ايفريثينج، فاحنا بنتكلم على فيكل تو فيكل، العربيات تقدر تكلم بعضها فيكل تو انفراستراكشر، انها تكلم الانفراستراكشر زي ممكن تكومينيكيت مع الترافيك ساينز، الترافيك لايتس، الروت سايد يونتس، فيكل تو بيدستريان انها تتكلم الناس اللي ماشيه في الشارع، فيكل تو موتور بايك، ف مينلي العربات هتكلم بعضها، وده نيو كوميونيكيشن بروتوكول بيزد على الدي اس ار سي او ديسكريت شورت رينج كوميونيكيشن بروتوكول، او بيتسمى الاسم الكوميرشال بتاعه هو الاوتوموتيف واي فاي. فده بيخلي ان العربيات تقدر تكلم بعضها او تكلم الانفراستراكشر برينج كبير بيوصل ل 1 كيلومتر، فدي اعتقد مسافه كافيه ان تخلي العربيات تقدر تكلم بعضها. طيب انا لما اخلي العربيات تقدر تتكلم بعضها، طب انا استفدت ايه؟ انا استفدت ان انا ما بقتش اعتمد على السنسورز اللي في العربيه بتاعتي بس، اللي هي بتسيرش وديتكت ايه اللي سراوند الفيكل بتاعتي، ايه اللي حوالين الفيكل ان ا فيري شورت رينج بس. بمساعده الفي 2 اكس انا بقيت مش بس ان انا بسيرش اند ديتكت بالسنسورز اللي كوبد في العربيه بتاعتي بفيري شورت رينج، لا انا بقيت كمان اقدر انفورم الناس واقدر انو من العالم الخارجي ايه اللي بيحصل حواليا. طيب ازاي اقدر استفيد من حاجه زي كده؟ وانا لما اخلي العربيات تقدر تكلم بعضها او تشير داتا، تخيل كده كل عربيه ماشيه عماله تقول انا العربيه الفلانيه وده البوزيشن بتاعي، وانا مثلا لو عربيتين ماشيين قدام بعض، تخيل العربيه اللي قدام بتقول للعربيه اللي ورا لو العربيه اللي قدام داست ايمرجنسي بريك او داست فرامل مره واحده، تخيل ان زيرو تايم او يعني ايميديتلي العربيات اللي وراها كلها هتتنوتيفاي مثلا ان العربيه اللي قدام دي داست ايمرجنسي بريك، فخد اكشن بسرعه. فلما خلي العربيات تكلم بعضها، احنا قلنا الفيجن بتاعتنا عاوزين نموف من المانوال درايفنج للاوتونوموس درايفنج، فاحنا عاوزين نريبليس من الاخر السواق اللي هو كيبل اوف ميكينج اول ذا درايفنج فانكشناليتي، نريبليس الكلام ده بالتكنولوجي بتاعتي. فانا بحاول ريبليس الديسيجن ميكينج كابابيلتيز بتاعه الدرايفر ان انا استخدم الماشين ليرنينج الجوريزم، الميموري بالمابس والانفيرمنتال موديل، الايز ان انا اشوف الفيجن بتاعه الطريق استخدم سنسورز والكاميرز. طيب وبمساعده الفي 2 اكس اقدر اخلي العربيه انها تسنس ايه اللي موجود في العالم الخارجي بالنسبه لي عشان اقدر اخد الرايت ديسيجن ان ذا رايت مومنت. فانا ده اللي انا بحاول اوصل له دلوقتي عن طريق الفيكل كونكتيفيتي، واعتقد بالتكنولوجي الكبيره دي هقدر اخلي العربيات انها تكلم بعض وتبرفورم او انها تاخد ديسيجن صح وهي بتقوم بعمليه الاوتوماتيك درايفنج. فانا حتى دلوقتي لما اخلي العربيات تكلم بعض، انا ايفن السنسورز مش محتاج انها تبقى اون بورد، انا ممكن ايفن استخدم سنسورز موجوده في عربيه تانية مش في عربيتي، عن طريق زي سوليوشن بتاع فاليو اكسترا فيو زي اللي هنشوفه في الفيديو اللي جاي. هنشوف الفيديو ده وبعد كده نكمل السيشن بتاعي.
زي ما شفنا في الفيديو ده، يعني شفنا two scenarios mainly the overtaking scenario. زي ما شفنا أنا لما أقدر أكوميونيكيت مع العربيات اللي حواليا، فأنا even عن طريق السوليوشن ده، يعني سيناريو الاوفرتيكنج ده ان انا اقدر اتخطى عربيه قدامي. انا لو الدرايفر فيزيبيليتي، لو ما عنديش انف فيزيبيليتي للطريق قدامي، سيناريو زي ده ممكن يسبب في حوادث كتيره. واكشلي هو بيتحبب في نسبه كبيره جدا من الحوادث عن طريق الاكسترا فيو او سوليوشن زي كده. نقدر اكومينيكيت مع العربيات اللي قدامي عشان يبروفايد للسواق extra visibility عشان يقدر ياخد decision. فاحنا بنتكلم دلوقتي ان هو either هيبروفايد للسواق more assistance عشان يبروفايد more visibility للطريق اللي قدامه، و in the future كمان هو يبروفايد more visibility للعربية نفسها لما هي تقدر capable of انها تاخد decision بنفسها. فهتعرف ازاي؟ تعرف لما تكومينيكيت مع العربيات اللي حواليها، او انها تسنس ايه اللي موجود في الانفايرمنت حواليها. فده بيوريك ازاي ان انا لما اقدر اكومينيكيت مع العربيات اللي حواليا اقدر اخد ديسيجن، ايفن ان انا اسست السواق عشان يقدر ياخد ديسيجن او يمبروف السيفتي بتاعه السواق، ان هو يبريفنت حادثه ممكن تحصل، لا ممكن كمان يساعد العربيه نفسها عشان تاخد ديسيجن لو هي اوتوماتيك درايف اتسلف. ففي a lot of scenarios using الكوميونيكيشن، الفي تو اكس كوميونيكيشن ممكن استخدمه ان انا اوبتمايز الترافيك عشان لو انا عندي انفراستراكشر عارفه حجم العربيات اللي موجوده في الطرق، اقدر اعرف الكاباسيتي بتاعت الرودز، واقدر اجايد في حاله لو في زحام ان انا اجايد العربيات دي عشان تاخد alternative ways. اقدر استخدمها برضو في ان انا لو في مينترنس او في رود ووركس مثلا في طريق، او في مشاكل في طريق معين، اقدر انفورم بيها العربيه ولا خلي بالك انت ماشيه رايحه في الطريق ده بس في مينترنس خلي بالك، فاقدر بريفنت حادثه واخلي العربيه واساعد السواق دلوقتي، او ان انا اقول للعربيه ان ذا فيوتشر انها تاخد ديسيجن او رايت ديسيجن قبل ما تروح بالمنطقه اللي فيها الاصلاحات دي. وبرضو من ضمن اشهر السيناريوهات اللي بتسبب حوادث اللي هي الامرجنسي بريكنج، اقدر احذر العربيات اللي حواليا من العربيات، كل العربيات اللي ورايا، ان انا دوست امرجنسي بريك عشان اقدر اخد ديسيجن ايرلي انف واقدر افرمل قبل ما يحصل حادثه لا قدر الله. فده بيورينا ازاي ان انا لما استخدم التكنولوجي وان انا استخدم الكونكتيفيتي في العربيه، ومينلي ان انا اخلي العربيات تكلم بعض، ده هيساهم بشكل كبير جدا في الفيكل اوتونومي. ومينلي هو الفي تو اكس هو كي انيبلنج تكنولوجي للفيكل اوتونومي. طبعا في بوتنشال انكريز ان انا امبروف السيفتي واوبتمايز الترافيك فلو عن طريق الفيكل كونكتيفيتي. كل ده بيمبروف طبعا السيفتي بتاعه الدرايفر. و يعني في الاخر الادفايس بتاعتي هو اتس بومينج تكنولوجي، هو مور اور ليس خصوصا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي في وقت البانديميك. يعني زاد دلوقتي بقى خلاص عدد العربيات بقى قليله، والناس كلها يعني خايفه مثلا تتحرك بالعربيه، فظهر النيد او الهاي نيد واي نوت ان يبقى عندي تاكسي مثلا، ان هو يبقى اوتونوموس كار، ان هو بيتحرك لوحده ما فيش سواق، فاقدر استخدمه في المشاوير بتاعتي في حالات زي الكرايسيس زي اللي احنا فيها البانديميك دلوقتي. ففي هاي نيد ان يبقى عندنا الفول اوتونوموس كار، مش بس انها تبقى رفاهيه، لا عشان تمبروف السيفتي بتاعه الدرايفر. فده دلوقتي اعتقد هو جريت تايم تو جيت انفولفد ان ذيس ساتش نيو تكنولوجي. كده احنا خلصنا، اعتقد ان في سام تايم فور كويستشنز. شكرا جدا يا باشمهندس، بجد استفدنا جدا. كان معانا كام سؤال لحضرتك. اول سؤال بروفيسور خضر بيسال how to deal with redundant and false data, also how to deal with unreliable connectivity. طيب
بالنسبه للريدوندنت داتا، لا في طبعا الفي تو اكس لما نخلي العربيات هي عماله اكستشينج داتا، وطبعا هي عماله تبعتها من عربيه لعربيه، وكل عربيه بتقدر تبعتها مثلا انفراستراكشر وتفضل زي مش نتورك عماله تبعت للناس كلها. طبعا في a lot of ways ان احنا نإليمينيت الريدوندنسي دي، ففي فلتريشن وفي هارد سبيشال هاردوير بيمنع لو هي المسج دي ريبيتيشن ما فيهاش اي ابديت، طبعا دي بتديسكارد بسبيشال هاردوير سبيشالي فور في تو اكس كوميونيكيشن. الجزء الثاني بتاع السؤال اللي هو كان ماشي، الجزء الثاني بتاع السؤال كان ايه؟ How to deal with unreliable connectivity. تمام، الـ unreliable connectivity هو احنا بنعتمد مش بس على الاوتوموتيف واي فاي ان العربيات تقدر تكلم بعضها او انها تكلم الروت سايد يونت او الانفراستراكشر، لا بس انا دلوقتي بقى عندي alternative ways، خصوصا مع الظهور الـ 5G وبقى عندي bandwidths عن طريق السيلر نتورك ان انا اكلم عندي free bandwidths ان انا اقدر اكلم العربيات عن طريق مثلا الداتا نتورك، عن طريق الانترنت كونكتيفيتي مش بس عن طريق الاوتوموتيف واي فاي. فبقى عندي زي تو ويز، لو ما عنديش الكونكتيفيتي واقدر اكومنيكيت مع العربيات اللي حواليا عن طريق مثلا الاوتوموتيف واي فاي او الفي تو اكس، لا ممكن استخدم ال5 جي، ممكن استخدم اي تكنولوجي ثانيه ان انا اوصل الداتا دي للعربيات اللي حواليا او الانفراستراكشر عشان تساعده في الديسيجن بتاعه. ففي الترناتيف واي، يعني لو في باس وقع اقدر استخدم باس ثاني عشان اقدر اخد ديسيجن. تمام، كان في سؤال تاني سيد كان بيسال what are the topics needed to be embedded Linux specialist into in B2B. تمام، هو احنا يعني يعني لو نتكلم، لو ناخد اكزامبل على ال V2X، هو زي ما قلت هو very complex system، عندي خصوصا التليماتيك mainly فيها a lot of interfaces، عندنا الاوتوموتيف واي فاي، عندنا بلوتوث، عندنا دلوقتي a lot of complex drivers زي اليو اس بي، زي مثلا الواي فاي ممكن ابروفايد كونكتيفيتي للسواق عن طريق الواي فاي. فكل الكومبلكس درايفرز دي بتحتاج دايناميك بلاتفورم، يعني الكلاسيكال اوبريتنج سيستم ما بقتش انف او بتساعدني ان انا اهندل كل الكومبلكس انترفيسز او الكومبلكس درايفرز. فبقى دلوقتي كل الاستخدام او كل النيد راحت ناحيه ان انا استخدم اللينكس او مينلي الامبيدد لينكس عشان يسهل لي الانتجريشن بتاع الدرايفرز دي، واقدر يبقى عندي انف تايم للابلكيشنز. فيعني نصيحتي طبعا كل الكومبلكس سيستمز دلوقتي بتعتمد بشكل كبير جدا على اللينكس، فيعني ركز اكتر مع الامبيدد لينكس وابتدي، هو اوبن سورس فانت تلاقي لوت اوف ماتيريال تقدر تبدا بيها الباس ده. فاعتقد ان هو مجال يعني مفتوح دلوقتي ان الناس تتعلم فيه. تمام، كان في كمان ادهم بيسال إذا ميكاترونكس ستودنت how can I prepare myself during college years and what courses should I take. طيب، هو يعني الكورسز معروفه، يعني احنا بنتكلم المجال بتاعنا هو embedded system. تمام، هو الامبيدد سيستم اللي هو عندي ليميتد ريسورسز وعندي ليميتد هاردوير عشان يبرفورم سبيسيفيك فانكشن، ده التعريف في المختصر بتاع الامبيدد سيستم. يعني باختصار هو الامبيدد سيستم الناس فيه كتيره جدا، بقى خلاص الناس بقى الكورسز بقت معروفه ان هي ياخد يتعلم مايكرو كنترولر، يتعلم انترفيسز، بس هو زي ما قلنا المجال بتاع الامبيدد سيستم هو اتشبع خلاص. بقى دلوقتي لازم ابقى عارف امبيدد سيستم وحاجه، حاجه دي ممكن تزود مثلا البروبابيليتي بتاعتك ان انت تلاقي اوبورتونيتي افضل، ان انت تبقى عارف مثلا الامبيدد سيستم العادي وعارف لينكس مثلا، فعارف امبيدد سيستم وعارف امبيدد لينكس، ده هيعلي الفاليو بتاعتك وينكريز الاوبورتونيتي بتاعتك ان انت تلاقي فيكنسي اكتر. فما تركزش كمان في كورسز في حاجه واحده، يعني خصوصا المجالين دول بالذات، يعني كل لما تعرف اكتر فده هتزود الويت بتاعك وتنكريز البروبابيليتي بتاعتك ان انت تلاقي فيكنسي افضل. طبعا تمام، شكرا جدا يا باشمهندس بشوي، اتشرفنا جدا بوجود حضرتك معانا. كده تكون انتهت السيشن الثانيه. تمام، ميرسي قوي وتشرفت بيكم.
ميرسي جدا. احب ارحب بباشمهندس ديفيد غالي، موديل بيز ديزاين ام بي دي اكسبرت، اللي هيكلمنا النهارده عن فانكشنال سيفتي ان اوتوموتيف. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيكي، مساء الخير عليكم كلكم. انا عارف ان الساعه 8:30 يمكن كان الايفنت المفروض الناس كانت متوقعه انه يخلص، فانا هحاول ما اطولش عليكم قدر الامكان. طيب، can you see my screen كده؟ أيوة تمام. تمام. طيب أنا بشكركم يعني على إصغائكم الوقت اللي فات والأسئلة بتاعتكم. يمكن زمايلي مهدوا بنسبة كبيرة للكلام اللي أنا عايز أتكلم فيه. باختصار احنا هنتكلم عن functional safety in automotive software. يمكن الظروف اللي بنعدي فيها اليومين دول في مصر يبقوا سبب كبير انه الموضوع ده يبقى interesting لناس كتيرة مننا. في الاجندة بتاعتي we will go through the introduction سريع للfunctional safety عن ISO 26262, how to make hazard analysis and risk assessment, automotive software integrity level introduction, we how to achieve functional safety at the end. طيب لو هتكلم على introduction to functional safety، يمكن اول سؤال هيجي في دماغنا ليه انا محتاج functional safety. الحقيقة لما بنسمع topics interesting زي دكتور هشام وبشوي زمايلي لما اتكلموا، بنتكلم عن autonomous driving، بنتكلم عن عربية هتسوق لوحدها، بنتكلم على عربيات بتكلم بعض، على قد ما الحاجات دي بتبقى interesting على قد ما بتريز concerns عند ناس كتير. يمكن عملوا من فترة إحصائية مثلا مع ناس وابتدوا يسألوهم ايه concern بتاعك انه انت تكون بتركب عربية زي دي. ساعتها كان مثلا 76% قالوا لا انا ما اقدرش احط ابني في عربية بتسوق لوحدها، مش هبقى مطمن. 50% ابتدوا يتكلموا عن انا لا اكيد الموضوع ده هيبقى غالي انا مش عايز ادفع في ده. 49% قالوا لا انا مش interested، في ناس كتير بتحب السواقه. 46% قالوا autonomous driving cars will not be safe. concerns كتير عند الناس بتدور mainly في الدومين بتاع السيفتي. يمكن برضو تسأل سؤال في نفس السيرفي ساعتها، طيب يا ترى لو نزلت العربيه دي وبقت في الماركت هتركبها بعد قد ايه؟ 3% بس هم اللي قالوا as soon as possible. 18% ابتدوا يتكلموا انه بعد سنة او سنتين. 21% قالوا بعد 3 أو 4 سنين. وفي 30% قالوا بعد 5. في ناس برضو still قالت انه لا انا never اقدر اركب عربية زي دي. الحقيقة يمكن زي ما دكتور هشام اتكلم self-driving cars promise to be safer. دي حقيقة. especially الناس اللي شغالة جوه الدومين تقدر تشوف ده. ويمكن زي ما اتكلمنا شوية انه احد الحاجات الاساسية في السيلف درايفنج كار ان هي بتشيل العنصر البشري واللي هو السبب الاساسي في الحوادث. لو بصينا على اي احصائيات، حتى لو دخلتوا على الويب سايت في مصر بتاع المرور وشفتوا احصائيات الحوادث، هتلاقوا ان بنسبة كبيرة قوي الخطأ هو الخطأ البشري. لو بنتكلم على drunk drivers، بنتكلم على distracted driving، لو بنتكلم على speeding، driving at night، running stop signs، أو teenage drivers، كلها أسباب هي في الآخر بسبب السواق. النهاردة لما أنا بتكلم على عربية هتسوق لوحدها، لا أنا مش معليش شك إن عندي drunk car، ما عنديش distracted car. speeding is controlled. driving at night عندي كذا technology تقدر تعوض الحتة دي. stop signs هي خلاص مش متروكة اللي هو الشخص ومدى his respect to the rules بتاعت الترافيك، ولا عندي فكرة التينيجرز. يمكن autonomous driving أحد الأسباب اللي بتخلينا نقدر نبرومس أنه this will be safer. لكن even لو أنا بتكلم still على traditional cars، أنا still functional safety is an important topic. بمعنى انه حتى لو العربية لسه ما بقتش autonomous، حتى لو العربية فيها الدرايفر، النهاردة جزء كبير قوي من شغلنا ويمكن دلوقتي بقى موجود في كل product انه عنده زي ما انا عندي functional requirements انا عندي functional safety requirements. ايه functional safety as per the ISO standard؟ هي the absence of unreasonable risk on the passengers or the environment due to malfunction of automotive ECUs. يعني ايه الكلام ده؟
يعني ببساطه زي ما انا بيجي لي ريكويرمنتس بتقول انا عايز اعمل برودكت بيعمل الريكويرمنتس 1 2 3 انا ببدا افكر ان بارلل ازاي ده اقدر as much as possible اقدر اضمن انه مش بس الحاجه دي شغاله لكن الحاجه دي سيف. انا عايز اتاكد ان وانس الحاجه دي هتبقى في الماركت في العربيه ان انا ما عنديش ريسك على الباسنجرز او الانفايرمنت نتيجه سيستماتيك فيلير او راندوم هاردوير فيلير بيحصل من الاي سي يو اللي انا حاططها. توكينج اباوت فانكشنال سيفتي، يمكن لو اي حد فيكم ابتدى يدور شويه في الماركت هتلاقوا دايما حتى كتير بوزيشنز بيركومندو نوليدج اوف ايزو 26262. الايزو ده بيتكلم عن ايه؟ الايزو ده كان ابتدى في 2011 وظهر منه اكتر من فيرجن، في فيرجن طلعت في 2018. ببساطة زي ما في حاجات كتير بتتكلم على الفي سايكل وازاي اديفلوب سوفت وير، الايزو ده بيبدا يعرف لي حاجه جديده اسمها اوتوموتيف سيفتي لايف سايكل، ازاي اقدر اديفلوب ا سيف برودكت، بيقول لي ازاي اقدر اعمل ريسك بيزد ابروتش تو ديترماين الانتجريتي ليفلز، هنتكلم عليها كمان شويه، وازاي استخدم الانتجريتي ليفل ده ان انا اعرف الريكويرمنتس تو افويد الانريزبل ريسك، و how to confirm او في الاخر قبل البرودكشن اقدر يبقى عندي measures ان انا عندي a sufficient level of safety. حاجه اساسيه قوي في الايزو هي بتتكلم عن ال hazard analysis and risk assessment. سريعا هجو through three definitions من الايزو، بيتكلم عن ال fault وال error failure، بعد كده هنبص على ال hazard analysis وعلى risk assessment. الايزو بيتكلم عن ثلاثه ديفينيشنز مختلفه، الفولت والايرور والفيلير. الفولت هو لما يبقى عندي عيب في حاجه معينه، فانا مثلا عندي قضيب مفتوح، عندي سنسور اتحرق، عندي ريزيستور ساح، عندي فانا حصل عندي فيلير في حاجه هاردوير موجوده عندي في السيستم. الفيلير ده بيؤدي لايرور. الايرور هو ايه؟ بحسب الايزو الايرور هو ان انا اصبح عندي فرق ما بين الديزايرد بيهيفير والاكتوال بيهيفير. النهارده انا كنت عايز الحاجه دي تعمل ا سيرتن فانكشناليتي، بس ديو تو ذس فولت انا اصبح البرودكت بتاعي مش قادر يعمل فانكشناليتي، وبالتالي الايرور ده ممكن يؤدي للفيلير. والفيلير هنا بقى الريسك اللي فيه اللي هيحصل انجري او هيحصل مشكله اجينست السيفتي. طيب النهارده انا لما باجي افكر في السيفتي، اول حاجه بفكر فيها ببدا افكر ايه الهازرد اللي ممكن يحصل عندي. لما بفكر في الهازرد بفضل اشوف الهازرد ده على ليفل الفيكل وفي ديفرنت اوبريشنال سيتويشنز اللي ممكن لو ما عرفتش اعمل عليهم كنترول تحصل عندي اكسيدنت. فمثلا انا عندي سم سيستم فيلير، الفيلير ده لو حصل weather conditions معينة، فمثلا في المطرة ممكن يحصل عندي overflow فممكن يحصل عندي حادث. ببدأ أفكر في حسب البرودكت اللي أنا عايز أشتغل فيه أو اللي أنا بشتغل فيه اللي عندي requirements بتاعته، بفضل أفكر إيه different events اللي ممكن تحصل على level vehicle وإيه different operational situations اللي العربية هتكون ماشية فيها وإيه level of controllability اللي ممكن لو ما حصلش الكنترول ده تحصل عندي حادث. بعد ما ببدا الليست الديفرنت ايفنتس بتاعتي، الايزو بيساعدني ان انا اعرف اكلاسيفاي الايفنتس دي. طيب انا ازاي هبدا افكر في الهازارد اناليسز او ازاي هقدر الليست الديفرنت هازاردز؟ هل جاست ان احنا بنعمل برين ستورمينج بنقعد مع بعض يلا يا شباب تفتكروا ايه اللي هيحصل؟ لا، الحقيقه حاجه اساسيه قوي موجوده البرين ستورمينج، هاويفر المكمل ليها والاهم كتير هو الفيلد ستاديز. انا عندي في دلوقتي كمية العربيات اللي بتتباع، كمية السوفت وير، كمية الـ ECUs، كمية الـ products اللي موجودة في الماركت هي كبيرة قوي، وفيها field studies كتيرة قوي. الحقيقة مش احنا بس اللي بنشتغل في حتة الـ hazards، لكن most of the car manufacturers هما كمان بيبروفايد ليا different hazards هما بيعملوا لها analysis due to the history اللي عندهم، due to the field returns، الـ statistics، الـ surveys اللي بيعملوها، بيبقى عندنا data كبيرة قوي. وزي ما قلت في البداية انه لما بتكلم على الهازردز انا مفيش تقريبا برودكت في العربيه الا حاجات قليله قوي هي اللي مش بنبدا نكونسيدر فيها السيفتي.
يمكن الناس اللي عندها شويه خلفيه او انترستد في فاليو عارفه ان احنا بنشتغل في فور بزنس جروبس، عندنا الكومفورت اند درايفنج اسيستنس، عندنا الثيرمال سيستم، عندنا باور ترين سيستم، عندنا الفيزيبيليتي سيستم، وعندنا في الاخر السيرفيس او الافتر ماركت. ده مش بزنس جروب بس برانش برضو في فاليو بنشتغل فيه. لو خدت اكزامبلز مثلا، فانا بقول مثلا التوب كولوم موديول، فانا التوب كولوم موديول مثلا لو بتكلم على الديركسيون فور اكزامبل، هبدا افكر انه انا ممكن يحصل لي ايه هازارد. احد الحاجات الشهيره ان انا هبدا افكر انا ممكن في وقت من الاوقات الستيرنج يحصل له لوك، فهيبقى عندي هاي ريسك قوي لو انا عايز احرك الديركسيون وهو حصل له لوكينج ديورينج درايفنج. لو انا هبدا افكر في هازارد زي ده، هبدا افكر في ديفرنت اوبريشنال سيتويشن، يا ترى لو ده حصل اثناء ما انا ماشي بسرعه اكيد هيفرق عن لو ده حصل وانا في جراج، هيفرق لو انا في حته زحمه، هيفرق لو انا فاضي، وهكذا. هبدا افكر الاوبريشنال سيتويشنز المختلفه وابدا كلاسيفاي الهازارد بتاعي. لو فكرت في فرونت وايبر موديول المساحه مثلا، انا هبدا افكر يا ترى يمكن احنا في مصر مش كتير بنعاني من المطره، بس لو في دوله فيها مطره كتير قوي، وات اف ان في وسط مطره كتير قوي الدرايفر حب يشغل الوايبر وما اشتغلتش، انا عندي هاي ريسك. طب وات اف العكس، وات اف ان مفيش حاجه، مفيش مطره ولا حاجه والوايبر اشتغلت وابتدت تعمل ديستراكشن. فكرت فرونت لايت موديول، فانا هبدا افكر برضو بنفس الكونسبت، وات اف ان انا مش عايز انور النور والنور فجاه اشتغل، او العكس ان انا درايفنج ات نايت والنور ما اشتغلش. اوتوماتيك باركينج، وات اف ان انا عندي اوتوماتيك باركينج سيستم وما اشتغلش، هل عندي باك اب سوليوشن ولا ازاي هقدر ابارك الكار؟ حقيقة في ثلاثه فاكتورز اساسيين هما اللي بيبداوا على اساسهم بعرف اساس الريسك اللي ممكن يحصل لي من الهازاردس ايفنت اللي انا حددته. الثلاثه دول هما السيفيريتي والاكسبوجر والكنترولابيليتي. سيفيريتي بمعنى هاو سيفير الريسك ده ممكن يحصل، فبيبدا عندي من اول ما نو انجريز، فهي حاجه ممكن تبقى لكجري شويه، مفيش سيفيريتي، للايت انجريز، سيفير اب تو لايف ثريتنينج انجريز. اكيد لو انا مثلا عندي ازاز عايز افتحه وما فتحش، غير لو عندي فرامل عايز ادوسها وما دستش. اكسبوجر هو البروبابيليتي بتاعت الاكسبوجر للسيركمستانسز دي، بمعنى ان انا بتكلم مثلا وفي ستاتستكس كده وفي ستاندرز بتتكلم على الحاجات دي، ان في مثلا ممكن يبقى في ايرور مش هيحصل غير وانا سايق فوق ال 200 كيلو مثلا بير اور. اكيد الاكسبوجر بتاع حاجه زي كده غير الحاجه اللي هتحصل وانا سايق مثلا في على سرعه 60، الحاجه اللي هتحصل في درجه حراره مثلا 50 غير الحاجه اللي هتحصل في درجه الحراره العاديه اللي في اغلب الدول. اكسبوجر بيفرق من البرودكشن ايفن من كونتري لكونتري، فانا بفكر العربيه بتاعتي هتنزل فين، واكوردنجلي الاكسبوجر بيفرق من حته لحته. الاكسبوجر هو بيكلمني عن الاكتر الكونديشنز اللي اندر ويتش الريسك ممكن يحصل لي من الايفنت الهازاردس. واخر حاجه بعد ما عرفت السيفيريتي، فعرفت ان مثلا الريسك بتاعي ده فيري سيفير، الاكسبوجر بتاعه هبدا اشوف طب انا هاو اوفن ممكن يحصل لي الحاجه دي. الحاجه الاخيره ببدا افكر اوكي ليت مي اكسبت ان الايشو دي حصلت، ان الريسك ده حصل ريجاردلس السيفيريتي ريجاردلس الاكسبوجر. ودي حاجه مهمه ان انا بفكر في كل محور لوحده، ببدا افكر يا ترى ايه الكنترولابيليتي، هل انا عندي كنترولابيليتي، فهل هي كنترولبل ان جنرال، هل هي سمبلي كنترولبل، نورمالي كنترولبل ولا ان كنترولبل. بمعنى انه مثلا لو هرجع مثلا للوايبر، فالوايبر وقفت it may be severe however انا عندي controllability، مثلا انا ممكن ابدا اتحرك، انا هقدر اركن مثلا العربيه، فانا ينفع avoid the risk بشكل ما الى حين ان مثلا المطره توقف، غير ان انا مثلا تحت رجلي فرامل وفرامل ما اشتغلتش، ما عنديش other option، انا مش هعرف اعمل حاجه قوي. وهكذا ببدا افكر ايه controllability، how I can control، هل عندي backup solution ولا لا. طيب وانس ان انا عرفت ايه الريسكس اللي عندي، عملت لها اسسمنت اكوردنج للسيفيريتي والاكسبوجر والكنترولابيليتي، الايزو بيبدا يعرف حاجه تانية اسمها اوتوموتيف سوفت وير انتجريتي ليفل، او اختصارها اي اس اي ال ايزل. الايزو بيبدا يديفاين اكوردنج لجدول كده معين ما بين السيفيريتي
والاكسبوجر والكنترولابيليتي بيبدا يحدد لي الايز الليفل بتاع البرودكت بتاعي. هي الايزو قال اربع ديفرنت ليفلز اوف ايزل ايزل اي بي سي اند دي وير ايزل دي از ذا هايست ليفل اوف سيفتي. وكمان حط مثلا حاجه اسمها كيو ام اللي هي كواليتي مانجر. مفيش اي برودكت هينزل من فاليو او من اي شركه وما حصلش عليه كواليتي تشيك. However, when it comes to safety, it's not enough when the quality officer يقول لي your product is okay according to quality. Once أنا عندي شوية safety requirements, ده معناها أنه according للcriteria اللي احنا قلناها according للrisks, الISO هيدefine a certain level of ASIL. لو ASIL A هيبدأ يحط عليها شوية requirements مش كتيرة قوي, لو ASIL B هتكتر شوية, C and D, كل ما الASIL level بيعلى accordingly الـ safety requirements عندي هتزيد. Once أنا عرفت الـ ASIL, أنا ببدأ أحدد حاجة اسمها safety goal. Safety goal ده اللي هو عكس الـ hazard events. فأنا مثلا الـ hazard event بيقول أنا ممكن يحصل لي this type of hazard. Safety goal هو عكسه, how I should act and how I should develop my software. إنه مش بس الحياة software, الـ functional safety كمان بينزل على الـ hardware وعلى الـ mechanics. إزاي أقدر ensure إن I am maintaining الـ safety functionality اللي أنا عايزها. بعد ما بحط safety goal اللي أنا عايز أوصل له, بيدرايف من الـ safety goal ده مجموعة من الـ safety requirements, وزي ما قلت according to the ASIL level كمية الـ safety requirements دي هتزيد أو هتبقى more complex. Once عندي safety requirements, أنا بيبقى عندي حاجة من اتنين. أنا محتاج أتحرك أثناء development إن أنا أعمل fault avoidance. فduring the ECU development أنا ببدأ أconsider حاجات كتيرة يمكن ما كانتش جالي من customer requirement. Customer requirement قال أنا عايز الفيتشر الفلانية ومديني شوية specification بتوصف الفيتشر دي. However, أنا ببدأ أحط في اعتباري لا, أنا في شوية safety goals عندي, عندي other safety requirements محتاج أعملها. فduring the ECU development I'm putting additional safety measures, safety mechanisms, let me say, to avoid the failures اللي ممكن تحصل دي. هدف الـ fault avoidance إن أنا identify من بدري وأسبرس الـ potential root causes بتاعت الـ critical failures. Examples ليها إن أنا it's not only إن أنا هimplement حاجة, لكن already زي ما قلت في الـ من كام سلايد إنه الايزو already بيقول لي safety life cycle المفروض تبقى ماشية إزاي. لو أنا مشيت على safety life cycle أنا ببدأ consider حاجات مختلفة, ببدأ أركز في الـ guidelines, بيحط عليا شوية recommendations في كل level من الـ V cycle أو في كل level, سواء أنا بكتب requirements, أنا بعمل architecture, أنا بديفلوب, أنا بتست, أنا بعمل review, بيبدأ يحط لي شوية mandated requirements. Even في الـ process بتاعتي I should respect to avoid as much as possible الـ failures. الحاجة التانية ودي جزء كبير مهم, الجزء التاني المهم قوي في الـ safety إن الـ fault tolerance. لما بنقول fault avoidance يمكن ناس بتتخيل ان هي حاجه بس كده اللي هو بنعمل اللي قدر عليه ربنا. It's not just كده عمليه يعني متروكه بس بتقديرك, لا انا عندي specific measures انا محتاج امشي عليها, ولو انا ما عملتهاش الحقيقه يعني السيفتي مش هيعدي الريليز بتاعه السوفت وير ده والبرودكشن هيقف لو انا مش بميت السيفتي ريكويرمنتس دي. الحاجه المهمه قوي انه يمكن في السوفت وير احنا بنتكلم على ان دايما عندي سيستماتيك فيلير, بمعنى ان السوفت وير لو انا كتبت لاين اوف كود في بج, هو كل ما السوفت وير هيجي اكسكيوت اللاين اوف كود ده غالبا البج دي هتحصل. هاويفر الهاردوير يمكن شويه مختلف, الهاردوير بيبدا يبقى فيه راندوم فيليرز. انا ممكن مع الايجنج بتاع الحاجه تبدا مثلا لو انا عندي كلوك ممكن مع الوقت هيحصل ان الكلوك دي الاكيوريسي بتاعتها مش هتبقى احسن حاجه. ممكن حاجه مع التمبريتشر, ممكن حاجه مع الاستخدام, ممكن وايرز مع الوقت يحصل لها حاجه, فانا عندي راندوم فيليرز ممكن تحصل نتيجة بقى electromagnetic waves, نتيجة حرارة, نتيجة whatever. فالrandom faults دي هعمل فيها ايه؟ هي دي اللي ببدأ أفكر كمان how to tolerate these random faults. During the ECU operation أنا ببدأ أفكر مش بس وأنا بديفلوب, أنا هديفلوب السيفتي ميكانيزم وهمشي على guidelines من الأول وبعد كده هقول أتمنى أن هي تمشي كويس, لا أنا كمان هفكر during the ECU operation how to tolerate these failures. إزاي؟ أن أنا هحط ميكانيزمز ان هي تديتكت ديورينج ران تايم البوسيبل ايرورز.
وتحاول تكنترول البروباجيشن بتاعهم. انا عايز في الاخر اقدر اتولريت الفولت. كل سيفتي جول بينزل مع شويه تايمينج ريكويرمنتس. فمثلا اللي هيقول ان الفيلير ده انت الفولت تولرنس تايم بتاعه مثلا 100 ملي سكند. I cannot tolerate this fault more than this period. فابدا انا بعمل الديزاين بتاعي هلاقي اوكي افرض انا عندي راندوم هاردوير فيلير انا محتاج اعمله ديتكشن within التايم ده ومحتاج اعمل رياكشن كمان within التايم ده. الرياكشن ده هعمله ازاي بقى؟ بيبدا يظهر كونسبتس موجوده كتير قوي في العربيات دلوقتي ان انا عندي ريدندنت ميكانيزمز سواء بقى على السوفت وير عندي redundant parts of software بيعملوا نفس الفانكشناليتي بيبقى عندي redundant sensors انا هقرا من الاثنين عشان اقدر ما اعتمدش على واحد بس in case of failure انا عندي backup ECU انا عندي even products كامله بتبقى موجوده for active safety. ابدا افكر ازاي ان انا اقدر control propagation عشان ما استناش لغايه لما يحصل failure ويبقى too late. زي ما ديت شويه examples الفكره في fault tolerance هي more of error monitoring detection and reaction دي بنسميها safety mechanisms كلها بتبقى محدودة المدة لأن أنا مينفعش أفضل بتولريت الفولت forever. بكده بقى خلصت الكلام عن الفانكشنال سيفتي. اللي عايز أقوله أنه الفانكشنال سيفتي يمكن تبان أن هي بس في شوية products قليلة بس الحقيقة بعد ما الواحد اشتغل في كذا برودكت في فاليو لا الفانكشن سيفتي تقريبا موجودة في كل البرودكتس نادرا قوي ما هتلاقي حاجة totally luxury. حاجة كتيرة قوي في كل البيزنس جروبس بتاعتنا فيها فانكشن سيفتي والفانكشن سيفتي مش مرتبطة ب يعني هي knowledge كل software developer تقريبا محتاجها زي ما قلت انه اغلب البرودكتس اللي الناس بتشتغل فيها هي محتاجه functional safety. في ناس بتشتغل already بتبقى functional safety engineers لكن في ناس في نفس الوقت بتشتغل software engineers بس functional safety background is usually a plus لان هي بتسهل حاجات كتير قوي في ال in your daily activities. شكرا لكم. شكرا شكرا جدا يا باشمهندس بجد استفدنا جدا من حضرتك. كان في سؤال من باسل بيسال why Tesla's autonomous cars are made commercial while batteries are not. انا اعتقد هشام رد على السؤال ده لكن let me say ان هو في الاخر فاليو مش شركه بتعمل عربيه. فاليو هي بتسبلاي الاو اي امز او الكار مانيفاكتشرز ببارتس وبعد كده البارتس دي بتجت انتجريتد في الكارز غير تسلا. تسلا يمكن هي بتعمل عربيه ليها فاليو مش ده الاتجاه بتاعها قوي يعني. تمام شكرا جدا بجد استفدنا جدا من حضرتك واتشرفنا بوجود حضرتك معانا النهارده. شكرا ليكم. ماشي اخر حاجه حابه اقولها ان لو اي حد كان عايز يسال اي سؤال واحنا ما لحقناش نقوله النهارده ممكن يبعته في الفيدباك فورم. وحابه اختم بكلمه من نور الاساس chairman of IEEE AAST Alexandria student band. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا استفدتوا. انا حابب اشكر كل السبيكرز اللي كانوا معانا دكتور هشام علائي باشمهندس زيد الدغالي باشمهندس بشوي وصفي وحابب اشكر كل الاتنديز اللي حضروا معانا من جامعه كفر الشيخ وجامعه اسكندريه وجامعه المنصوره ومن فروع الاكاديميه العربيه. لو حد عنده اي سؤال او اي حاجه يقدر يزور السايت بتاعنا i3dast.org. بس شكرا لكم جدا.